شعب البحرين تريده السلطة القائمة شعباً بلا كلمة، بلا رأي، بلا تفكير، بلا إرادة إنسانية حرة، بلا آمال، بلا شعور بالكرامة، بلا استمساك حقيقي بدين يرفض سياسة الاستئثار. يا أبا سياسة الاستئثار والاستكبار وإذلال الشعوب وتهميشها، تريده شعباً بلا مؤسسة شعبية واحدة، كل الكلمة لها، كل الثروة لها، كل الإعلام لها، كل الدين والمساجد والحسينيات لخدمتها، كل المؤسسات تحت أمرها، كل أرض الوطن وسمائه وما تقله أرضه لها. ليس لمسجد أن يستقل، ليس لأي مؤسسة ثقافية أن تستقل، ليس لمؤسسة دينية كمجلس علمائي أن يكون أو يستقل، ليس لاتحاد عمالي أن يستقل فضلاً عن أن يكون للشعب كلمة أن يتمتع بالحرية واستقلال الرأي، وأن يكون له خياره وتحديد مسار حياته والتحكم في مصيره، وأن يكون مصدر السلطات حقيقة لا دعاية إعلامية فقط. المسجد الرافض لسياسة الإسكات وتكميم الأفواه المطالب بحقوق الشعب بحق يحق هدمه أو إغلاقه، والخطيب المعارض له العزل والإقصاء من الموقع أو السجن والمحاكمة. الاتحاد العمالي المدافع عن حقوق العمال تشن عليه الحرب ويستبدل عنه، وكل البحرين تضيق عن اعتصام أو مظاهرة تعلن ظلامة هذا الشعب. كل المؤسسات السياسية المعارضة تحت التهديد بالمحاكمة والغلق. أحرار الكلمة امتلأت بهم السجون من علماء ومختصين وشباب وشيب وصبية من حرائر وأحرار ومن مختلف الخطوط والانتماءات المتعددة. استنفذت سياسة الإسكات كل وسائلها وعلى مدى زمني طويل، ولم تفلح في خفض صوت الشعب الرافض للظلم والإذلال والتخفيف من الإرادة والإصرار على العدل والحرية والانعتاق واسترداد الحقوق بما لا تراجع عنه عند هذا الشعب. سجنوا، قتلوا، اغتالوا، اختطفوا، جوعوا، فصلوا الأعداد الهائلة من الطلاب والعمال وأصحاب الوظائف والاختصاصات العلمية المتقدمة من مواقعهم، وفرضوا عليهم التعطل، وحولوا البحرين إلى سماء داكنة تغطي سمومها المناطق السكنية المختلفة لتغتال حياة الكثيرين وتوقع آخرين في أمراض خطيرة، وسبوا وشتموا وشهروا وخونوا واستباحوا سمعة الكثير من أبناء الشعب، ونالوا من كرامة أغلبيته، وأنزلوا ألوان الإهانة بحرائر هذا الوطن وأعراض المؤمنين في الساحات والشوارع العامة، وأذاقوا الأحرار والحرائر ألوان العذاب في أقبية السجون، وفتكوا تحت التعذيب بحياة عدد من أبطال هذا الشعب. وكل ذلك لم يسكت صوت شعبنا، ولم يخفض منه. فهل تراهن السلطة، وهل تراهن المنطقة، وهل يراهن عدد كبير من الدول العربية، وهل تراهن الدول الصديقة والحليفة للبحرين الرسمية على ارتكاب المزيد من عذاب هذا الشعب وإرهابه واستباحة حرماته وسفك دم أبنائه وبناته من أجل إسكاته وإذلاله واستسلامه؟
العنف لن يفيد، ومثله الالتفاف والمراوغة والإعلام الزائف والمناورات السياسية التي تأخذ بها السلطة. الطريق للخروج بالوطن من أزمته المرهقة التي تسبب فيها تغول السلطة ومعاداتها للشعب، الرضوخ للحق والاعتراف بمكانة الشعب، والإصلاح الحقيقي الذي يأتي على الظلم والتمييز والتهميش وإهمال إرادة الشعب ورأيه في تقرير مصيره. العلاج أن يتبدل الواقع السيء، وألا يعامل الشعب بروح الغطرسة والاحتقار والفوقية المتعالية، في حين أن الشعب مصدر السلطات وصاحب الحق الأول في تقرير مصيره كسائر الشعوب.